شكل الاحتفاء بتقديم مملكة البحرين لتقريرها الطوعي الأول بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، شكل إنجازا دوليا جديدا يضاف إلى ما حققته المملكة من نجاحات على صعيد دعم الجهود الأممية في مجال التنمية المستدامة، ما يعد شهادة أممية جديدة على نجاح السياسات التنموية التي تنتهجها مملكة البحرين. البحرين الجزيرة الصغيرة في حجمها الكبيرة في تأثيرها، بهذه الكلمات وصفها المشاركون في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة عند تقديم البحرين لتقريرها الطوعي الأول بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. يشكل تقديم مملكة البحرين للتقرير الطوعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة إضافة لسجل مملكة البحرين الحافل فيما يتعلق بتقديم التقارير المتخصصة أمام المحافل الدولية، وجاء تقديم التقرير اليوم أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة هنا في نيويورك ليؤكد التزام مملكة البحرين بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبحرص الحكومة على إدماج هذه الأهداف ببرامج عمل الحكومة وبتحديدها كأولوية من خلال اللجنة الوطنية للمعلومات بإدماج هذه الأهداف ببرامج والخطط الوطنية. من ردود الأفعال التي استمعنا إليها وجدنا بأن هناك ترحيب من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعدد من منظمات المجتمع المدني بما أحرزت المملكة من تقدم بارز وملحوظ فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. إنجاز دولي جديد يضاف إلى ما حققته المملكة من نجاحات على صعيد دعم الجهود الأممية في مجال التنمية المستدامة، وذلك من خلال استعراض تجاربها الناجحة في مضمار التنمية المستدامة أمام دول العالم للاستفادة منها في إحراز التقدم المأمول في تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030. واتسم التقرير الذي قدمته مملكة البحرين بالموازنة بين استعراض النجاحات المحرزة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتطرق إلى التحديات التي تواجهها المملكة، وهو ما يعكس مدى الموضوعية والشفافية في إعداد التقرير بغية الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة. البحرين باعتبارها دولة صغيرة فإننا ندرك التحديات التي تواجهها على صعيد التنمية المستدامة، إلا أن البحرين نجحت في كثير من الإنجازات خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة. نحن أيضا قدمنا تقرير المراجعة الطوعية لسنغافورة، ولذلك يمكننا أن نتعلم من بعضنا البعض كيفية تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين في بلدينا. التقرير تضمن تفاصيل متميزة حول الإسكان وقدم شرحا وافيا وشاملا حول جهود الحكومة البحرينية على صعيد الإسكان، كما تضمن كثيرا من التفاصيل حول مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية وجهود البحرين من أجل أن تحتل مركزا رياديا على صعيد التنمية المستدامة في منطقة الخليج. وبما أن البحرين استطاعت تنفيذ أغلب الأهداف الأممية المطروحة بنجاح وتقدم ملحوظ، رأت الحكومة الموقرة ضرورة عرض التجربة البحرينية بشكل أكثر عمقا، فحرص وفد المملكة على تنظيم 3 ورش عمل وجلسات نقاشية بهدف مزيد من تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها البحرين في مجالات الإسكان والعمل والابتكار، حيث شكلت تلك الفعاليات وما تضمنته من مداخلات ومناقشات قصة نجاح جديدة لمملكة البحرين في تعريف العالم بالخطوات الرائدة التي حققتها على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أولى تلك الفعاليات هي الحلقة النقاشية التي عقدتها هيئة تنظيم سوق العمل بعنوان حوكمة الهجرة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو مجتمعات آمنة ومرنة ومستدامة،
والتي نظمتها الهيئة بالشراكة مع حكومة الفلبين وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنتدى المهاجرين في آسيا، وتم خلالها مناقشة الارتباطات بين العهد الدولي للهجرة وأهداف التنمية المستدامة. نحن نناقش اليوم في هذه الندوة الارتباطات بين العهد الدولي للهجرة وأهداف التنمية المستدامة، بحيث أن نأخذ بعين الاعتبار المنجزات التي حققتها مملكة البحرين على أرض الواقع بالفعل فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين إلى البحرين، وفي نفس الوقت كيف انعكست على أهداف التنمية المستدامة لخلق مجتمع موحد يحظى فيه المواطن والمقيم بالحريات الاقتصادية والأمان والقدرة إلى الوصول إلى الخدمات والحماية الحكومية. طبعا كان الكلام عن تصريح العمل المرن كأحد أمثلة الخطوات الرائدة اللي أخذتها مملكة البحرين له صدى كبير عند الحضور إلى الندوة، وقد أخذ تقريبا نصف الوقت من أسئلة وإجابات فقط حول هذا الموضوع بسبب وضعه الفريد والاهتمام الدولي الكبير الذي يحظى به. البحرين باعتبارها دولة تستقبل العديد من العمال الأجانب، فقد أبدت نهجا تقدميا للغاية لضمان حصول العمال على فرصة لتغيير أصحاب العمل. هذه الخطوة متقدمة للغاية وجيدة للاقتصاد البحريني ولأرباب العمل والعمال الوافدين. آمل أن تحظى العديد من البلدان الأخرى في المنطقة ذات النهج الذي اتخذته مملكة البحرين. مملكة البحرين كانت ولا تزال متميزة للغاية في تعاملها مع ملف الاتجار في الأشخاص، لكونها تميزت بالشفافية والوضوح والإخلاص. وبالنظر إلى الاهتمام الذي أولته حكومة مملكة البحرين لملف الاتجار بالأشخاص والاهتمام بالحوادث التي وقعت في هذا المضمار وطريقة تعاملها، فإنني شديدة الإعجاب بالنهج الذي اتبعته الحكومة في معالجة القضية بشفافية. مملكة البحرين تمتلك أفضل قوانين في المنطقة فيما يخص العمالة الوافدة، لا سيما نظام الإقامة الجديد الذي يمنح العمالة الوافدة إلى البحرين قدرا أكبر من الحرية وتحسين ظروفهم المعيشية والعملية. البحرين كانت ولا زالت مضيفا متميزا لأكثر من 60,000 مهاجر فلبيني يعيشون ويقيمون إقامة كاملة وهم سعداء بوجودهم فيها. أما الفعالية الثانية التي أقامها الوفد البحريني فتمثلت في الجلسة التعريفية التي نظمها صندوق العمل تمكين بعنوان تعزيز روح المبادرة والابتكار لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وتم خلالها عرض تجربة النجاح التي حققتها تمكين في دعم تنمية الاقتصاد الوطني ومساندة القطاع الخاص وتنمية الكوادر البشرية بما ينسجم مع التطلعات الوطنية في تحقيق رؤى وأهداف التنمية المستدامة. يملأنا الحماس حين نعلم أن مملكة البحرين ستستضيف المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي يعد مناسبا للجمع بين المعنيين من القطاع الخاص والخبراء الذين يدعمون الابتكار في محيطهم الخاص وحول العالم، كما يعتبر فرصة لاطلاع المشاركين من مختلف دول العالم على ما تمتلكه البحرين من تجربة رائعة عبر قيادة تمكين والمؤسسات الأخرى في مجال الابتكار. سررنا بالاطلاع على مبادرة ريادة الأعمال البحرينية وبقية الأنظمة البيئية الأخرى التي تقوم البحرين بإعدادها بهدف إطلاق العنان لطاقات ريادة الأعمال من أجل تحقيق التنمية المستدامة. أصبحت على دراية بكثير من العناصر الإيجابية التي تحاول البحرين تطويرها على صعيد الأعمال والابتكارات. وكانت الفعالية الثالثة التي نظمها الوفد البحريني هي الحلقة النقاشية التي عقدتها وزارة الإسكان بمقر معهد السلام الدولي بنيويورك بعنوان السكن الملائم والآمن والميسور.
والتي تضمنت استعراض تجربة الإسكان في مملكة البحرين وكيف استطاعت المملكة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتحديد الهدف 11. اطلعت من خلال الحلقة النقاشية على إنجازات تؤكد أن البحرين تمضي قدما في المسار الصحيح على صعيد تنفيذ أجندة عمل واضحة فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الإسكان. تجربة مملكة البحرين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وما حققته من إنجازات على صعيد الإنشاءات والبنية الأساسية وفي قطاع الإسكان وقطاع التنمية الاقتصادية يؤكد أهمية مثل هذه الفعاليات في استعراض التجارب الناجحة للدول ومنها البحرين، بما يضمن تبادل الخبرات حول الطرق الأكثر فعالية لتحقيق الأهداف التنموية. لا يغيب في هذا الصدد الدور والجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الوطنية للمعلومات التي تشكلت بناء على قرار من سمو رئيس الوزراء في العام 2015 برئاسة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء في إعداد التقرير وتضمينه بالمؤشرات والأرقام التي تعكس حجم الإنجاز الذي تحقق. رصدنا كافة المؤشرات، مؤشرات التنمية المستدامة، وكذلك وفرنا التقارير القطاعية اللي منها تم استخراج هذا التقرير، وكذلك كان لنا دور في إعداد ورش العمل للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمهتمين بالتنمية المستدامة. الحمد لله تمكننا من توفير 40% من مؤشرات التنمية المستدامة والبالغ عددها 241 مؤشر، ونقوم حاليا بإعداد قاعدة بيانات لتبادل هذه المؤشرات. والبحرين كذلك تمثل نفسها دول مجلس التعاون في فريق الخبراء المعني بمؤشرات التنمية المستدامة. البحرين ألزمت نفسها شيئا ليس يلزمها كون التقرير طوعيا، فهي في التنمية لا يواريها بحر ولا علم، إلا أن تقديم التقرير الطوعي الأول للمملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 شكل فرصة لتسليط الضوء على ما حققته المملكة من إنجازات وقصص نجاح حرصت مملكة البحرين على مشاركتها مع دول العالم للاستفادة من تجربتها. البحرين قدمت تقريرها حول التنمية المستدامة، ولكن أيضا قدمت قصة نجاح قوامها الإنسان البحريني. من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، محمد بعيدة، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.